تستمر الحملة الوطنية للتطعيم بوتيرة متصاعدة حيث تشهد مراكز تلقي التطعيم إقبالا من قبل المواطنين والمقيمين وقد أعلنت وزارة الصحة أن عدد من تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا قد بلغ 546,540 شخصا فيما بلغ عدد من تلقوا الجرعة الثانية ثلاثمائة وثلاثة وثلاثين ألفاً ومائتين وخمسة وثمانين شخصاً